أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. جامعة صنعاء تشتري عصي وقبعات ب3 ملايين ريال للاحتفال بالمولد النبوي. وصحفية مصرية تزور صنعاء وتقول الحوثيون خصصوا أحد عناصرهم لمرافقتي طوال الوقت أينما ذهبت. وفي أخبارنا المنوعة اليوم، 3 نساء يحاولن تغيير العالم. ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أصوات أبناء مدينة عدن المنادية بتعيين محافظ للمدينة ومدير أمن من أبنائها، وعنون موقع عدن الغد: حراك عدني. أصوات عدنية تطالب بتعيين محافظ ومدير أمن من أبنائها. ويقول الموقع: ظلت هذه الأصوات خافتة لسنين طويلة تحت وطأة الخوف من القمع والاضطهاد، لكن على نحو مفاجئ انفجرت ثورة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي نادت بصراحة وعلانية بتسليم مدينة عدن لأبنائها. وحتى العام 1967 كانت مدينة عدن تحكم من أبنائها قبل أن يتحولوا لاحقا إلى ما يشبه الأقلية في حكم المدينة، وظلت الأصوات مكتومة لكنها مؤخرا ارتفعت بصورة مفاجئة. ودعا نشطاء محليون من عدن الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تسليم عدن لأبنائها وتعيينهم في مناصب الحكم المهمة في المدينة. وقال الموقع أن حراك أبناء عدن قد يتصاعد خلال الفترة القادمة مع ارتفاع أصوات النخبة المتعلمة التي تطالب بضرورة منح أبناء عدن حقوقهم. فرض الحوثيون إتاوات وجبايات مالية على أصحاب المحال التجارية بمناسبة المولد النبوي، وألزموهم بطلاء محلاتهم وتعليق الزينة الخضراء. وعنون موقع المشاهد نت: الحوثيون ينفقون ملايين الريالات على فعالياتهم بالمولد النبوي. وبحسب ما قال صاحب محل ألعاب أطفال في صنعاء للمشاهد نت أن الحوثيين يمرون على المحال ويطالبون من أصحابها المشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي من خلال دفع مبلغ مالي يصل إلى 5000 ريال، وإلزامهم بتزيين محلاتهم بالخرق والإضاءات وطلاء أبوابها باللون الأخضر. وتنفق جماعة الحوثي مليارات الريالات من إيرادات الدولة من أجل هذا الاحتفال، في حين تحرم الموظفين مرتباتهم المنقطعة منذ 5 سنوات، رغم علمها بما يمرون به من ظروف معيشية صعبة، وهم أحوج بتلك الأموال لمواجهة متطلبات الحياة واحتياجاتها. وقال أحد المواطنين للمشاهد نت أن الحوثيين يتخذون المولد النبوي ذريعة لنهب إيرادات الدولة التي من المفترض أن تعود للمواطنين، لا سيما الموظفون الذين يعانون من أوضاع سيئة. الموقع نشر وثيقة تتحدث عن المبالغ التي خصصتها جامعة صنعاء للاحتفال الذي ينظمه الحوثيون، حيث نصت الوثيقة على أنه تم شراء عصي وقبعات بما يفوق 3 ملايين ريال يمني مخصصة للضيوف، وفاق المبلغ 12 مليون ريال للاحتفال. وعن المولد النبوي المختطف على الطريقة الحوثية، تحت هذا العنوان كتب سامي نعمان مقاله المنشور في المصدر أونلاين: متى بدأت ميليشيات الحوثي تحب النبي وتحتفي بمولده؟ لقد بدأت جماعة الحوثيين عام 2012 تستقطب وفودا من المناطق اليمنية المختلفة. سياسيون وناشطون ومشايخ يمنيون كانوا مهووسين بالموالد، فكان المدخل للحوثي لإظهار تسامحه وانفتاحه على مناسبات الآخرين ليبدأ موسم الحج إلى صعدة في إحياء أول مولد عام 2012 ثم 2013 حين كان الاحتفال يقام في صعدة. وجد الحوثي في عشاق المولد بعداً أكبر استمرأه خصوصاً بعد السيطرة على صنعاء. حشدت الميليشيات كل طاقاتها لإجبار الناس على الاحتفاء بالمولد قسراً وإرهاباً غالباً، وعممت سماتها وألوانها الخاصة ذات المنشأ الإيراني على الاحتفال بطريقة لم يعهدها اليمنيون من قبل، بدءاً باللون ووصف الرسول الأعظم وانتهاءً بتعميم اللصوصية واضطهاد المخالفين. توظف ميليشيات الحوثي هذا الحضور والطغيان للألوان والحشود لاستعراض شعبية
هي أكثر من يدرك أنها زائفة مدفوعة بابتزاز الناس وإرهابهم بلقمة عيشهم ومصادرة أرزاقهم وتجارتهم وفي أمنهم وحياتهم ومستقبل أطفالهم، ولتصور الأمر للعالم أن الناس هناك على كلمة واحدة خلف وكلاء إيران. كذلك وهو الأهم لقياداتها، تستعرض أمام إيران لإيصال رسالة أن وكيلها في اليمن أصبح من النفوذ بمكانة أهالته لأن يقود الجميع وليس فئة واحدة فقط كما وكيلها المعمر في الضاحية. وفي بعد آخر، أصبح المولد الذي يمتد التحضير له شهراً كاملاً تقريباً موسماً عظيماً لجني الأرباح وتعظيم الثروات لقياداتها اللاهثة وراء النهب واللصوصية والمال الحرام، يحتفلون بالمولد النبوي على طريقة اللصوص والعبيد. إنه احتفال بمولد الرسول على الطريقة الحوثية فقط، وحري بالعقلاء ألا يجعلوا من رسول الله مادة للسجال حول تلك الطريقة. طلبت إجازة غير مدفوعة الأجر وتمكنت من الذهاب إلى اليمن على نفقتها الخاصة، كما تقول الصحفية المصرية ماجي ميشيل، والتي فازت مع صحفيين آخرين بجائزة البوليتزر عن تحقيق حول الحرب في اليمن. تحدثت عن رحلتها إلى اليمن وقالت في حوار نشره موقع الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية أنها عملت لقاءات مع ضحايا السجون عبر الواتساب وتليجرام، لأننا نعرف أنهم دائما قلقون تجاه التحدث عبر الهاتف. عندما تكونت لدينا قائمة مختصرة بالمصادر وعن الكيفية التي توصلت من خلالها إلى معرفة سرقة الحوثيين للمساعدة الإنسانية، قالت أنها عملت بموافقة من الحوثيين. كنت بحاجة إلى التحدث إلى أكبر عدد ممكن من عمال الإغاثة حول كيفية قيام الحوثيين بإعادة توجيه مساعداتهم الغذائية. رافقني رجل من الحوثيين وظل بجواري طوال الوقت، الحديث للصحفية المصرية طبعا. وأضافت: كان علي أن أقدم للحوثيين قائمة بأسماء الأشخاص الذين أردت التحدث إليهم، لذلك كانوا يعرفون بالفعل من سيتحدث معي، وهذا يضع هذه المصادر في خطر. في جولتنا اليوم في الصحافة الفرنسية نطالع تقرير من صحيفة الإكسبريس الفرنسية، وتمت ترجمته لصالح قناة بلقيس بعنوان: موقع للغاز يتبع شركة توتال يستخدم كالسجن في اليمن. تقول الصحيفة: توقفت محطة تسييل الغاز في بلحاف تماما منذ العام 2015، وقد استخدمت الإمارات العربية المتحدة جزء منها. ووفقا للصحيفة، احتوى موقع الغاز الذي تديره شركة توتال تسيطر عليه جزئيا مجموعة من شركة توتال الفرنسية على سجن سري استخدمه الجنود الإماراتيون في عامي 2017 و2018 في بلحاف جنوب اليمن، حسب ما ذكرت ثلاث منظمات غير حكومية في تقرير. وذكرت منظمات مرصد التسلح واسمو فاس وأصدقاء الأرض في التقرير: استخدم الموقع منذ العام 2016، استخدمته ميليشيا قوات النخبة التابعة لشبوة والتي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة. وأضافوا: تتحدث الشهادات عن المعاملة اللا إنسانية والمهينة والحرمان من الرعاية الطبية والتعذيب التي ارتكبها الجنود الإماراتيون بحق الأشخاص المسجونين هناك، متهمون عموما بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ووفقا لتحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية ونشر يوم الخميس، فإن مكان الاحتجاز يقع في قاعدة عسكرية طورتها الإمارات في منتصف العام 2017 في جزء من موقع الغاز الذي تم الاستيلاء عليه بناء على طلب من الحكومة اليمنية. تقول الليموند: كان بعض الأشخاص ما زالوا محتجزين في بلحاف حتى منتصف العام 2019، مشيرة إلى أن موقع المحطة قد استخدم لشن عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة ما في ذلك عام 2017. الثورة تصنع إنسانها في لبنان والعراق. تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي المعروف برهان غليون مقاله في صحيفة العرب الجديد. لم تعد الثورة منهجا للتغيير وقلب الطاولة على الطبقات الحاكمة أو الطبقات السياسية بأكملها، وإنما أصبحت في العالم العربي وفي لبنان والعراق اليوم، كما هي في الجزائر والسودان ومن قبل في سوريا واليمن وتونس،
مسهرا يمتزج فيه ويتخلق تحت درجة حرارة عالية شعب جديد، أي شعب موحد وقوة مستقلة وفاعلة على الأرض وصانعة للحدث، وليس زبائن لقوى ونخب سياسية اعتادت تحييد وإنكار وجوده واستخدامه لتحقيق مآربها الخاصة. في المقابل لا تزال الطبقة السياسية والنخب الاجتماعية السائدة تعيش في تاريخ آخر، وتبدو عروضها وتنازلاتها الهزيلة المقدمة لتخفيف غضب الجمهور حركات واهية في الفراغ لا طعم لها ولا رائحة ولا أثر. والدليل الأكبر على أنها انتهت وخسرت معركتها إلى الأبد شعورها العميق بالمقارنة مع من سبقها من النظم الدموية، كنظام الإبادة الجماعية السوري بضيق هامش مناوراتها السياسية، العجز عن استخدام العنف على الرغم من إرادة العنف وتوفر الوسائل لممارسته ضد المنتفضين، والعجز عن استخدام ورقة التدخل الأجنبي والمؤامرات الخارجية والتلويح بخطر التطرف الإسلامي والإرهاب. يعكس ذلك كله الانهيار الأخلاقي والسياسي الكامل لقضية النظم القائمة، ويشير إلى إدانتها التاريخية. لقد كذبت ثورات الربيع العربي القول المأثور بعد الثورة الفرنسية إن الثورات تأكل أبناءها، وما تفعله الانتفاضات العربية كما تبين وقائع الساحات المفتوحة في جميع العواصم العربية هو العكس تماماً، أي إعادة خلق الإنسان وبث الحياة الحيوية في المجتمعات الطريحة التي فتتتها وفككت عراها وشوهت أخلاقياتها أنماط من السيطرة والحكم لا تعرف فيها النخب الحاكمة علاقة بالشعب سوى التي تربط الذئاب بالحملان. هذه هي الثورة، وقد جاءت اليوم أعمق بكثير مما انتظره أكبر المتفائلين، ولن يفيد تأجيل الاستحقاق الاجتماعي والتاريخي إلا في تعزيز القطيعة بين الماضي الغارب والمستقبل المنشود، وتحويل زمن الانتظار إلى فرصة استثنائية ونادرة لتعميم الوعي الجديد. تمكنت إيران من التفوق في الصراع من أجل تعزيز نفوذها الاستراتيجي في الشرق الأوسط بحسب دراسة أصدرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. ورصد التقرير الدول التي تمكنت إيران من المشاركة بتدميرها وبينها اليمن. وعنوان التقرير: إيران توسع شبكة نفوذها لمواجهة خصومها في الشرق الأوسط. وفيما يخص اليمن، قال التقرير أنه عندما انزلقت اليمن إلى الحرب في أواخر 2014 كان ضلوع إيران قليلا جدا، ولكن إيران صعدت دعمها لميليشيا الحوثي بعد ذلك من خلال توفير أسلحة متقدمة كجزء من هدف إيران لإعاقة خصمها السعودي بتكلفة محدودة وترسيخ أقدامها في منطقة باب المندب الاستراتيجية في البحر الأحمر. تقول وزارة الخارجية السعودية: وفر الإيرانيون صواريخ ذاتية الدفع لمنظمات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وإذا نظرنا إلى الأضرار التي لحقت بالسعودية نجد أنها تتضاءل أمام التدمير الذي أدت إليه الحرب في اليمن، ولا يوجد رابحون في تلك الحرب المفجعة. ويختتم التقرير بأنه ليس من المحتمل أن تغير إيران مسارها مدة بقاء ترامب في البيت الأبيض، وسوف تستمر في انتهاز الفرص لتوسيع نطاق قدرات الطرف الثالث. تعز مفتاح السلام في اليمن فرصة لإنقاذ حياة 3 ملايين شخص. تحت هذا العنوان كتبت ألفة الدبعي مقالها المنشور في عدن الغد، مضيفة في فقرات مختلفة من المقال. أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في معرض بيانه الذي أدلى به في 7 من تشرين الأول أكتوبر عن عملية السلام في اليمن إلى أهمية إحلال السلام في مدينة تعز المحاصرة حاليا. وعلى الرغم من أن سكان تعز يقدرون تعاطف السيد غريفيث، إلا أننا لا نريد من السيد غريفيث كلماته. نحن بحاجة إلى تعاضد المجتمع الدولي واتحاده في دعم قضيتنا، وأن يدعم بشدة مبادرات السلام المحلية من خلال الضغط على جميع الأطراف المتنازعة لإجبارهم على الالتزام بتحقيق السلام في هذه المدينة المنكوبة. تعز هي مدينة التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين نسمة قابعين تحت حصار قاس فرضته عليهم جماعة الحوثي منذ أكثر من 4 سنوات. صحيح أن ملف تعز معقد، وصحيح أن هناك عدة مبادرات محلية فشلت من قبل، وصحيح أن جهود التهدئة في أوقات سابقة انهارت،
إلا أنه يجب على المجتمع الدولي عدم الهروب نحو إطفاء النيران الصغيرة وإهمال النيران الكبيرة، وعدم اللجوء إلى تبسيط الصراع وتفادي الخوض بتعقيدات المشهد، كما يتوجب على المجتمع الدولي الانتباه إلى المشاكل الرئيسية التي تواجه المجتمعات في اليمن بغض النظر عن مدى صعوبتها أو تعقيدها. أما فشل المبادرات السابقة فيجب أن تترجم لدروس نستفيد منها للنجاح في هذه المرة. آن الأوان لرفع معاناة الناس وتحقيق السلام في تعز، ولن يتم ذلك إلا عبر الضغط الإقليمي والدولي والإرادة والنية الصادقة من القوى السياسية المحلية وتفعيل الدور الرقابي للمكونات المجتمعية من النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. فالناس في تعز يستحقون السلام، وأي سلام في تعز سوف ينعكس أثره على اليمن بشكل عام. نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبته آن ماري سولتر، تتحدث فيه عن نساء متقدمات في السن يحاولن تغيير العالم، وعنونت الصحيفة نساء يحاولن تغيير العالم. ويتعلق الأمر بثلاث نساء أعمارهن تتراوح ما بين 55 عام و 79 عام، مرشحات لمناصب رئاسية، وهن كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وعمرها 63 عاما، والرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسيلا فاندر لين وعمرها 61 عام، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي البالغة من العمر 79 عاما. تذكر الكاتبة أن المزيد من النساء المتقدمات في السن يواصلن العمل في الولايات المتحدة، إذ بيّنت دراسة نشرتها جامعة هارفارد عام 2017 أن 28% من النساء في فئة العمر ما بين 65 إلى 69 عام يواصلن العمل، مقارنة بنسبة 16% في الثمانينيات من العمر. وترى أن وجود النساء في سن متقدمة في مناصب العمل ومراكز السلطة لا يعود إلى استعادتهن طاقة ما بعد الإنجاب فحسب، وإنما إلى حقيقة أن التقدم في السن يجعلك لا تعير اهتمام كبير لما يقوله الآخر. والأمر الآخر بالنسبة للمرأة هو أنها تتحرر عندما تشعر أنها لم تعد بحاجة إلى رأي الرجل لتأكيد جاذبيتها أو كفاءتها، وكلما تقدمت المرأة في السن زادت رغبتها في المخاطرة. تضيف أن المرأة عندما تتقدم في السن تقول ما تفكر فيه مباشرة بدل أن تقول ما تعتقد أنه مقبول في عالم يسيطر عليه الرجل. نطالع من افتتاحية صحيفة التايمز والتي خصصت للحديث عن ذكرى سقوط جدار برلين ومقارنة لما كانت عليه الأوضاع في العام 1989 باليوم. وتقول الصحيفة أن سقوط الجدار دون إطلاق رصاصة واحدة أمر جدير بالاحتفال حتى بعد مرور 30 عام، مضيفة أن هذا الحدث قدم منظور جديد عن أوروبا التي مزقت في الأعوام الخمسين التي سبقتها. وتتابع التايمز في افتتاحيتها والتي ترجمها البي بي سي: ربما انتهت الحرب الباردة في ذلك العام، لكن الأوضاع اليوم مهيئة لاستئناف سباق التسلح النووي وتدشين نسخة ثانية من هذه الحرب. وبحسب الافتتاحية فالمعاهدات بين روسيا والولايات المتحدة إما أن انقضت أو ألغيت، كما أن روسيا تشعل التوترات في النظام الدولي من خلال ضم أراضي وتسميم معارضيها في الخارج والتدخل في انتخابات وشراء النفوذ. وصحيح أن ستار الحديد سقط، لكن منذ العام 2015 نصب 600 ميل من الجدران والأسوار الجديدة عبر أوروبا بين تركيا واليونان وتركيا وبلغاريا واليونان وشمال مقدونيا والمجر وصربيا وروسيا ودول البلطيق. وترى الصحيفة أن الغرب أخفق في الاستفادة من الفرص التي أتاحها سقوط جدار برلين، كما ارتكب عدة أخطاء مثل توسيع حلف شمال الأطلسي ناتو إلى حدود روسيا دون تحديد مهمة واضحة له، وافتراض أن السوق الحرة ستملأ الفراغ الذي خلفه انهيار أنظمة الاقتصاد الموجهة. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور المتنوعة بين الطبيعة والاحتجاج، نتابعها في جولتنا المصورة اليوم.
بضع رسومات تجمل ما يقال في صفحات. رسوم الكاريكاتير فن احترفه القليل ليوصل لنا الكثير. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.